مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم. حبينا نبدا الحلقه بصوتكم وشكلكم اللي كان بيرج المدرجات وبيرعب اي خصم. روح الفانلة الحمراء، وما ادراك ما الفانلة الحمراء. اي فريق يشوف الفانلة الحمراء لازم يتخض خضه، تكسبه على طول في اول 15 دقيقه ان شاء الله. ان شاء الله روح الفانلة الحمراء معانا في كل مباراه، سهره خاصه جدا زي ما متعودين مع حضراتكم للقمه 117. كان معانا نجوم قبل كده، وان شاء الله هيبقى معانا نجم كبير جدا جدا بعد الانترو، الكابتن الكبير الكابتن ربيع ياسين، نجم الاهلي ونجم مصر كلها والمدير الفني الحالي لمنتخب الشباب. ان شاء الله تكون فقره مميزه ايضا بنتكلم فيها عن ذكريات القمه. اكيد حضر قمم كتير كابتن ربيع ياسين، اسم كبير جدا، واكيد حضر قمم كتير جدا وكان ليه ذكريات هنعرفها من خلاله. ان شاء الله يكون في الفقره الثانيه ضيفين صوتكم في السوشيال ميديا، يكون معانا فارس واحمد قيشو، نجوم كبيره ايضا في السوشيال ميديا. ان شاء الله يبقوا صوتكم في السوشيال ميديا، نشوف الموضوعات اللي شغلاكم كلكم، ونتكلم اكيد عن القمه 117. اتكلمنا عن الماتش واهميته، وقلنا ان هي قمه مختلفه نظرا للظروف المحيطه حواليها. اكيد هتبقى قمه مختلفه، وكمان قمه مختلفه جدا في عدم الحضور الجماهيري. اكيد الحضور الجماهيري بيزود القمه وبيخليها روعه. جماهير الاهلي، جماهير الزمالك بتخلي اللعيبه تطلع كل اللي جواهم، بيقدموا لنا مباراه كبيره جدا. ان شاء الله يقدموا مباراه طليق بالاسمين الكبيرين الاهلي والزمالك، وان شاء الله تكون في مصلحه النادي الاهلي باذن الله. باذن الله دايما كلنا عشم وكلنا ثقه في فرقتنا مهما كان. وقلنا وبكرر وبعيد، الاهلي بمن حضر. ان شاء الله الاهلي بمن حضر، وان شاء الله الاهلي يحسم هذه القمه ويعتلي جدول المسابقه. قمه مش سهله، الزمالك مش سهل خالص، فرقه كويسه جدا جدا جدا، لازم نعمل حسابها كويس قوي. مش مستسهلين الماتش زي ما الناس فاهمه. عندنا ثقه غير ان احنا مستسهلين الماتش، عمرنا ما بنستسهل اي ماتش. واتكلمنا قبل كده مع ضيوفنا الكرام، قلنا ان اهم حاجه السر من اسرار نجاحات الاهلي هو احترامه الكبير جدا 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 لاي منافس، وما ادراك ما المنافس للمباراه اللي جايه، مباراه الزمالك. او المنافس هيكون الزمالك، فرقه كبيره جدا، لعيبه كبيره جدا، مقدمين ماتشات ولا اروع، لكن لازم نقف عند النادي الاهلي، ولازم نقول روح الفانلة الحمراء. الفانلة الحمراء زي ما اتكلمنا قبل كده بترعب اي حد، مهما كان المنافس بقى، مهما كان اسمه صغير كبير، اول ما بتنزل تشوف الفانلة الحمراء الموضوع بيبقى مختلف تماما. ان شاء الله يحسمها لعيبه النادي الاهلي، كلنا في انتظار هذه القمه. خلاص يومين ان شاء الله وتبدا القمه 117. لعيبتنا عند حسن ظننا، ان شاء الله يبقوا عند حسن ظننا. لاسارتي هيكون مقدم جديد، ان شاء الله يكون مقدم جديد، ان شاء الله يفاجئ الفريق المنافس بكل ما يملك من قوه. تقديمه جديده للاسارتي في مباراه قمه واولى القمم الزملكاويه مع الاهلي، ان شاء الله ان شاء الله يكون في مصلحه النادي الاهلي، ويقدم لاسارتي اوراق اعتماده رسميا لجمهور الاهلي. عارفين ان الاهلي والزمالك قمه مختلفه خالص، ماتش مختلف خالص، الاهلي في وحش، الزمالك وحش، الاهلي حلو، الزمالك حلو، قمه بتكون مختلفه. ما بيدلش قوه الزمالك او الاهلي على المباراه في يومها، لازم يبقى في التزام تكتيكي، ولازم يبقى في انضباط، ولازم يبقى في روح، ولازم يبقى في قلب، وان شاء الله يكون الكلام ده كله في صف النادي الاهلي. هنستنى القمه 117 على فارغ الصبر، استنينا معاكم بالظبط، صابرين بالظبط، عايزين نشوف الاهلي ان شاء الله واخد الثلاث نقاط، وان شاء الله يكون عند حسن ظننا. رجالتنا عمرهم ما بيخيبوا ظننا ابدا، ان شاء الله الدوري باذن الله باذن الله باذن الله في الجزيره، وان شاء الله الكاس الافريقيه في الجزيره ايضا باذن الله وبدعائكم. نطلع فاصل عشان نستقبل الكابتن الكبير الكابتن ربيع ياسين، نجم الاهلي ونجم مصر والمدير الفني الحالي لمنتخب الشباب.